هو ليه النادي زحمه كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش عليا خش. ايه لا ايه العربيات الكبيره دي؟ تعال كده ايه خش ارجع بظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهارده يا عم صالي؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست سيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي هي بتعملها؟ دي هاف اني ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجأة اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجة، I'm just saying because you're asking, that's all. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هاني تعالي. عارفة يا ست نيلي الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن إليها زي ما بتقف مع الناس الغلابة اللي زينا. أي والله يا رب أشوفك يا ست نيلي حاجة كبيرة زيها. تعالي تعالي. أهلا ازيك يا جيسي عاملة إيه؟ بصي شكلها عاملة إزاي؟ Yes, she looks gorgeous. هتضربي بالقلم على فكرة. خلاص انتي متعصبة قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. Let's go. نمشي؟ Yes. لا طبعا مش هنمشي. Watch and learn. Hi Jessie. Hi. Hi. Good luck حبيبتي. I'm so happy for you. بس كنت عايزة اقول لك حاجة. تقريبا الدرس اللي انتي لابساه تخنك شوية، عامل لك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. Take care. You're so jealous. It fits me like gloves. يلا يسو. يلا جماعة stand by and action. أهلا بكم سيداتي سادتي في حلقة جديدة من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يسو، في شوية شمس. Stop. يا أستاذة. يا أستاذة. معلش احنا بنصور هنا حضرتك. على فكرة أنا بقعد هنا كل يوم. وthank God إن أنا سايباكوا أصلا تصوروا في النادي بتاعنا. عشان بس هي صاحبتي and I love her. احنا آسفين يا أستاذة. ممكن تخش كده بالكرسي شوية؟ اوكي. يلا جماعة stand by and action. ومعنا النهاردة الأنسة جيسي. نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حملة الألف بطانية اللي انت عملتيها. والله أنا في الفترة الأخيرة يعني ابتديت ألاحظ كده إن يعني مفيش أعمال فردية عن فعل. يا أستاذة يا أستاذة أنا مش عارف أصور. على فكرة أنا كمان مش عارفة أتصور. ما تصورش يعني؟ معلش يا أستاذ ممكن نعيد من الأول؟ ستاند باي أكشن. والله أنا مش شايفة اللي أنا عملته ده حاجة فظيعة يعني. يعني أنا شايفة إن ده الطبيعي، يعني المفروض الغني يساعد الفقير، إن أي حد نبيل عايز الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحت يا أستاذة إحنا بنصور وبنسجل صوت. سوري هو انا صوتي طالع معاكم؟ انا قاعده ورا. يلا يا جماعه انت معلش ثانيه واحده. نبيل هات لي الكوفي بتاعي بليز بسرعه، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند سو عشان هي بتصور حرام. كملوا كملوا يلا اند اكشن. تحبي تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله احب اقول يعني لكل البنات اللي في جيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير، يعني دي حاجة ضرورية. مش منكسي وحشتيني. ستوب. بعد إذنك ممكن نصور في مكان تاني عشان كده أوفر جدا. يلا يا جماعة. أوكي. إيه ده إيه ده أنتوا رايحين فين يا جماعة؟ I'm almost done. طب قولوا لي رايحين تصوروا فين عشان أجي معاكوا. تعالي يا سو تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني. في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش شفتي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا وليه يا طرش البلعات يا كنست الحاره؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليه؟ الله يرحم لما كنت داخله علينا الشارع الكوع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عايقه بدل ما مسخر بيكي بلاط الحاره. مسخري مين يا وليه يا خارجي بيت انتي؟ طب فكري كده واعمليها. ده انا كنت افتح قرنك انتي واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلع لك حس يا مرات المزين يا بتوع الفتله. جرى ايه وليه منك ليه؟ ايه في ايه؟ كلكم عليها ولا ايه؟
وانت مال اهلك انت اخرى؟ ايه اللي حصل؟ صباح ده انا واقفه في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ قطعه ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. اه يا حاره عره يا حاره واطيه يا حاره لا فيها لا حرمه ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخس عليكم جيره معفنه. ميرسي مشكره. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفه في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هم اللي نسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه. هم اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزه بتاعتي كده المشكره اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجه كده ليه؟ متسربعه على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا عندنا مصلحه كده في عيد ميلاد. قطع وقطعه سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايله لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو الساقع ابن الساقع بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم. طالع نازل داخل خارج واكل شارب وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بنت؟ اخس عليكي، انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زنت البنات يا سبوحه يا شحروره انتي يا فاتنه صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيده اللي محتضناني. اي لاف يو حبيبه خالته. يا ناس كنت هعيط يا شريهان. ما تستهويكيش عليا يا بنت، انت هتستعبطي. بقول لك ايه، سيبيني لما يجي اشك في كلمتين يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شويه دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه والله. ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره، وانا كمان برضه بصراحه يا خالتي بقى. يا نحنوحه يا حلوه، انا قلت انا هتصرف يعني انا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله. اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على ما اغير هدومي براحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطه في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخوي داخل علينا كده زي عود العصب المسوس، ايد ورا وايد قدام، انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياة من ساعة ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمه على السخان عشان هفتني. طبخه سم هاري تدفع وماله، بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالد كتك ست النيله. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازيه؟ فيها يا خالتي؟ انت بتكلمي هاني الدبدوب اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز، بلاها جواز يا اخوي. جرى يا خالتي؟ انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليكي والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تبصي لي.